أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: يوجد بعض الملابس المتخلفة من الطلاب في المدرسة، وبلغنا الطلاب بشأنها وأخذ البعض والبعض باقي في المدرسة، فهل يجوز الذهاب بها للجمعية الخيرية؟ نعم، إذا بلغتم عنها وانتظرتم اجعلوا مدة للانتظار، أعلنوا أنه إلى مدة كذا وكذا، وبعدها نتصرف فيها إذا لم يأتي صاحبها. فإذا مضت المدة المحددة ولم يأتي صاحبها وهي مما ينتفع به، فأدوها للجمعية الخيرية.